ما فيش حد النهارده اللي بيسرق يقول لك انا ما عشان العيال، انا انت شايف ظروف الدنيا، اللي مبطل صلاه ما انا مش فاضي، الشغل انا صعب علي، اللي قاعد في المستشفى عيان من ايه؟ من الضغط، تعبت، ضغط عصبي، الناس ماشيه تايهه، ليه؟ مش مفوض الامر لله، ما حدش سايبها على الله، لا ما حدش الا من رحم الله، كله يقول لك ايه؟ فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لا تدبر لك امرا، دي مش شغلتك، فذوي التدبير هلك، فوض الامر الينا فنحن اولى بك منك، انت مالك انت وما لتدبير امورك، انت كنت فين لما كان بيرزقك وانت في بطن امك؟ ان ربا كفاك بالامس ما كان حتما سيكفيك غدا ما يكون.